المصريين وتضحياتهم هي الثمن المدفوع لتبقى مصرنا عزيزة وقادرة. اسمحوا لي أكلمكم باختصار شديد. عدد شهدائنا اللي سقطوا خلال المواجهة من 2013 وحتى الآن 3277 شهيد و 12280 مصاب. والمصاب اللي بنتكلم عليه هنا والمصاب اللي تمت اللي أصيب إصابة تعيقه عن العودة مرة تانية. بقول تاني 3277. الكلام ده ما اتقالش قبل كده خالص. احنا لم نذكر أرقام شهدائنا ولا مصابينا خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا، بس أنا بذكره هنا دلوقتي لأن أتحسب أخاف إن بعد الموضوع ما استقر في سينا الناس إيه؟ تنسى. ما تنسوش. ما تنسوش تفجير مديرية أمن القاهرة. ما تنسوش تفجير مديرية أمن الأهلية. ما تنسوش تفجير أبراج الكهرباء. ما تنسوش ما تنسوش. ده تمن دفعناه. مش أنا اللي دفعته. ده كلنا دفعناه. البلد دي دفعت تمن كبير قوي عشان تصل إلى ما نحن فيه. الوضع اللي احنا فيه ده في طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر. لما أقول 3277 أو 3300 على سبيل المثال، يعني معناها 3300 أسرة مصرية بتتألم وهتتألم طول ما احنا طول ما هم موجودين. دول دفعوا الثمن ده ليه؟ عشان البلد دي تعيش. لما بقول ان الجيش دفع 84 مليار جنيه خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا دول، بسجل ده لان الرقم ده كان كنا لازم ندفعه. دي تكاليف الصراع معاهم. خلاص الموضوع خلص. طب اعلن بقى ان سيناء اصبحت ايه؟ اصبحت خاليه من الارهاب. لما نخلص ازاله العبوات الناسفه والمتفجرات اللي كانت موجوده واللي حطوها في حتت كتير من رفح والشيخ زويد والعريش، نقدر نبقى ساعتها نعلن ان تم تطهير او انتهاء الارهاب في سيناء. انا شايف اهلنا من الشيوخ وعواقل سيناء، برحب بيكم. كل سنه وانتم طيبين. طبعا وبسجل لكم بكل ويحفظكم. متشكر. بشكركم انتم لان بتعاونكم وصبركم والمعاناه اللي انتم عانيتوا فيها خلال الثمان سنين اللي فاتوا دول. احنا كمسؤولين مش هننساهم، ولما بقوله دلوقتي معانا هنا بقوله عشان المصريين ما ينساهمش. واللي بنعمله في سيناء من محاوله ان احنا يعني نعمل تنميه حقيقيه لها هو في الاخر امر مستحق. تستحقوا ان احنا نعمل ده وزياده ونصرف على ده ونزيد. لكن انا حبيت بس اقول لينا كلنا ان احنا مش عايزين، واحنا لان احنا كنا بنفتكر في كل وقعه استشهاد نفتكر الموضوع ده. الموضوع خلاص خلص، بس خلص بالثمن، ثمن كبير. فبنشكركم وتحياتي لكل اهل سيناء، انا باسمي وباسم كل المصريين.